المتحف الوطني للمجاهد بالذكرى 59 لاستشهاد الفنان علي معاشي صاحب الأغنية المشهورة أنغام الجزائر، والذي أصبح هذا التاريخ بمثابة اليوم الوطني للفنان في الجزائر. وقد حضر الندوة عدد من رفقاء المجاهد الشهيد والفنانين، وقدم خلال الندوة لمحة تاريخية عن المسار النضالي والجهادي للشهيد. كما تحدث المتدخلون عن ظروف استشهاد علي معاشي بعد تعذيبه تعذيب وحشي، حيث ترك معلقا في ساحة مدينة تيارت ليكون عبرة لمن يريد المشاركة في الثورة التحريرية. ميكروفون زيد الثابت. طبعا علي معاشي ينفرد عن البقية بأنه هو الذي كلف بأن يقوم بعملية تسجيل نشيد قسما، ويبدو أن سلطات الاحتلال قد تفطنت إلى هذا الرجل الشهيد وبدأت تراقبه مراقبة لصيقة ومراقبة دقيقة، وقررت ذات يوم وهو في زيارة إلى أهله بمدينة تيارت أن تلقي عليه القبض رفقة شهيدين آخرين وتقوم بتعذيبهم جميعا ثم إعدامهم يوم 8 جوان من عام 58 900 و1000 قدام فرنسا. كان يعاير فرنسا، كان يقطع في فرنسا، وكانوا الأغلبية تاع الفنانين راحوا للحبس. علاه قبضوا الحبس؟ كل مش عندنا في تحمل الوطن ضاع. هذا شيء، هذا علي معاشي كان فنان كبير وكان يلعب الدور تاعو كسياسي مناضل. أثناء الثورة كان يغني الغناء من أجل باش الشعب الجزائري يكون واعي. هو زاد ثاني رد على فريد العطرش، رد عليه فريد، اشكر البلدان المغربيه والجزائر ما اشكرهاش. هو رد عليه قال اماله يعني حب الجزائر الاكبر، وقال نفخر ببلاد الجزائر. تكريم الوجوه الفنيه نظير جهودها وتسليم اخرى بطاقاتها الفنيه اهم ما ميز احتفالات اليوم الوطني للفنان بقسنطينة. مراسلنا من قسنطينة كريم لونيس بعث بالتالي. هو مسرح الهواء الطلق محمد وشن بقسنطينة الذي أغلق أبوابه منذ 4 سنوات أمام النشاط الثقافي، ليعاد فتحه ليلة أمس والفنان الجزائري يحتفل بعيده الوطني. إعادة فتح هذا الفضاء الثقافي اللي هو مسرح الهواء الطلق بعد غلق دام أكثر من 4 سنوات راح يكون برنامج متنوع بمشاركة نخبة من الفنانين من قسنطينة، من خارج قسنطينة، وممكن إذا كان فيه يعني دعم، يعني دعم حقيقي دعم مالي، راح يكونوا فيه فنانين من خارج الوطن إن شاء الله. فنانون ومبدعون دونوا أسماءهم في سجل الطرب الغناء الرسمي والشعر بقسنطينة والجزائر، اعتلوا منصة التكريم بالمناسبة اعترافا بمجهوداتهم، بينما استلم آخرون بطاقات وطنية تمنحهم اسم الفنان بصفة رسمية. هذا يوم لنفرحوا به، نفرحوا به لخطر يحسسنا باللي رانا متواجدين. قولوا تحية الجزائر وتحية الفنانين يعني على طول الزمان. جو رمارسي كورا ديريكسيون دو لا كولتور لي زوتوريتي دو كونستانتين دافوار بونسي ا موا. التكريم هذا الفرجة مستمرة، ولمن فاته حفل عيد الفنان برنامج ثري ومتنوع يحمل العديد من المفاجآت تم تصديره من قبل إدارة المسرح يمتد إلى شهر سبتمبر المقبل. رغم أن تسمية اليوم الوطني للفنان جاءت تزكية للشهيد علي معاشي ابن مدينة تيارت، إلا أن هذا اليوم أصبح لا يعكس اهتمامات الفنانين بالولاية. نتابع أكثر التفاصيل مع ديار بن داود. لم تمر احتفالية اليوم الوطني للفنان بولاية تيارت مرور الكرام دون أن تسجل كبقية السنوات الماضية امتعاض واستياء شريحة الفنانين على واقعهم المعاش في ظل نقص الاهتمام بهم في مثل هذه المناسبة التي لا زالت لم تكتسي حتى طابعا محليا بغض النظر عنها وطنيا. المفروض لما علي معاشي من تيارت وأصبح عيد الفنان بمناسبة استشهاد علي معاشي، المفروض
أن تيارت يكون فيها تكون فيها احتفالات أو مناسب من هذه المناسبة تكون بزخم وطني أكثر منها التفاتة بسيطة روتينية هكذا وتمر. فلا زال الفنان التشكيلي خصوصا بتيارت وكأقرانه من فنانين في مجالات أخرى ساخطون على وضعيتهم التي تسير نحو الركود في ظل غياب إرادة حقيقية تعرف بفنان الولاية. حال الفن ولا الفنان تقريبا موش ما معطيه له أهمية كما الليصانو ولا بالنسبة للفن التشكيلية بالنسبة للليصانو تاع على معظم الولايات الوطن في تيار تقريبا من عدم كاع الفن التشكيلي تقريبا ما كاش. كاين ناس بزاف ما يعرفوش الفنان شي الدور تاعو في هذا شغل كاين بطريقة أخرى نقول لكم بلي الفن التشكيلي ميت بزاف في تيارت. تسمية اليوم الوطني للفنان نسبة للشهيد علي معاشي ابن تيارت لم يأتي على فناني الولاية بشيء، وهو ما يعكس الواقع الثقافي الذي لا زال راكنا في الظل رغم أن الولاية بها من الطاقات الفنية ما يرقى بالفن الجزائري. في سهرة رمضانية مغاربية نظم بفندق الشيراتون الطبعة الأولى لعرض الأزياء المغاربي مغرب فاشن شو الذي نظمته مصممة الأزياء فاطمة الزهراء الأحمر، وهو الحدث الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة بمشاركة عارضين ومصممين أزياء من الجزائر تونس والمغرب. السهرة تميزت بتنوع في العروض المقدمة والتي أبدع فيها المصممين من خلال عصر تلالبسة تقليدية على غرار القفطان الكراكو العصيمي والبلوزة الوهرانية. يهدف القائمون على التظاهر إلى تعريف بالمصممين والأزياء التقليدية لمختلف الولايات والمدن المغاربية وكذا برمجة طبعات أخرى في تونس والمغرب. عبد الناصر قلال بعث بالتالي. البيت نتاعي سي فيغ كونيتر، حابة نعرف باللي ستيليست جزائريين ولا توانسة ولا مغاربة حابة الناس كل تعرفهم. جو فودغي كي سوا كونو. جي تو في باش نوصل نحضر حاجة في المستوى، خاطر أول دورة هذايا اللي تصير في عنابة. الحاجة اللي جبتها جديدة بون حبيت إن أنا مستوحات الكوليكسيون بتاعي من لا فام تراديسيونيل مي كي ديفوني أكتيف وعلى أن باتريمون في تونس، دونك حبيت نعرف به من الصناعات التقليدية اللي عندنا التريزة خاصة التطريز. الجزائر ماشي هي غير الجزائر العاصمة، لازم نروحوا لكل الولايات، لازم نزوروا كل الولايات باش الناس من كل نواحي تاع الجزائر يعرفوا شنو هما المصممات وشنو هما المصممين وشنو هي الأزياء اللي أنا نعمل فيهم. أنا هذا العام لاكوليكسيون تاعي اسمها البندقية أبواب الشرق، حبيت نتكلم على البحر المتوسط، نهضر على حضارات البحر المتوسط. فريمون انا باسي ان بون مومون. سيتي فريمون دون لي ريغل دو لار، ان بو ديفيلي دو مود كي ا ريوني لو ماغريب، لا تونيزي، الجزائر والمغرب، سي سا؟ اي سا نوز افي فريمون فريمون بليزير.